الظلم. ليه يا إنسان كل ما بتكبر بتكبر معك هلام؟ جرة ألم تمحي يلي حنان ولم بيتك ضناك وقلبك ولك كان أب وأم. جرة ألم تمحي يلي حنان ولم بيتك ضناك وقلبك وإلك كان أب وأم. يا إنسان بيقسى أساك لما بتشوف الحقيقة تنسى هواك بتنكر الوراق العتيقة. بتنكر زمانك مكانك تدعس الورود البريئة. بتنكر زمانك مكانك تدعس الورود البريئة. ليه يا إنسان بتقوى بتقوي معك هالظلم؟ ليه يا إنسان كل ما بتكبر بتكبر معك هالهم؟ ليه يا إنسان؟ على مين كل هالمسبات؟ مو أنا اللي عم بسب، هاي لطيفة ولازم تسمعيها؟ أي، وياريت ترجعي تشغلي لأنه بتعبر عن حالتي النفسية. بس خايفة شغلها تقوم تكر المسبات لقدام، مثلا تقول يا واطي يا حبيبي يا سافل يا غشاش. مو هي هي الحقيقة؟ ماما بدي احكي معك كلمتين بدون توتر وبدون عصبيه. ايماني فاضيه وانا مصره نحكي، واذا رفضت بتقلعيني مثل يزا؟ قومي يا حبيبتي، قومي قومي اعملي لي فنجان قهوه لنعرف نحكي كلمتين على بعض. قومي تافهة بتوسكوها. يلا
عليا الله يخليكي، الله يخلي لك احبابك. مالي رايق منوب وما عندي استعداد اسمع اي شيء. بس انا عندي استعداد اسمع وبدي اعرف شو صار معك مشان اتفقنا عليه. على شو اتفقنا؟ بخصوص لؤي. عليا كرمال النبي حاسس راسي متطبل، سهران طول الليل ومالي نايم، حاسس انه راسي رح ينفجر. بس لا تلومني اذا بعمل اي شيء. والله بس فيران بالذات ما في، إذا بتحبي فيه له بديل بعطيكي. لا والله دكتور أكد عليه يعني. هو نفسه نفس المفعول بس لغير شركة. والله بدي إياه نفسه يعني. ما عندي، أنا آسفة. طيب شكرا. أهلا. شو قصتك سمر؟ هي رابع وصفة بتطيريها من إيدك؟ هي الرابعة من وقت إجيتي، قبلها طار كتير. طيب ليش؟ في نقص كتير بالصيدلية، نقص بالأدوية بالإكسسوارات بأغذية الأطفال، والشغل كل ماله لورا. صار معك شي جديد؟ على حطت إيدك. إيه ممتاز، وضعك أحسن من وضعي، على القليلة أمورك مستقرة مو مثلي. ليش في شي جديد؟ الجرح القديم نفسه بس زاد عليه فصل جديد. الأستاذ ما عم يحلاله يبدع إلا برات البيت. لا وكل يوم بده مصروف 500 ليرة. بتعرفي صار له يومين ما عم يرجع على البيت قبل وش الصبح. يعني يا منرضى بالأمر الواقع اللي بيفرضوه علينا أو بيخلقوا لنا واقع أكثر مرارة وصعوبة. كاخ قديش خياراتنا دايما. مرحبا عماد. أهلين بسام. إجاك الموت يا تارك الصلاة. خير بسام؟ شو في؟ جايين أنا وعصام نتغدى عندك. أهلا وسهلا. لك إيه قصدينك بشغلة هيك مشان عصام. نفس القصة القديمة. لا لا نفسها نفسها. هلا بس إجي بحكي لك. يلا مع السلامة. شو؟ عم يحضر الغداء؟ ممتاز. لك انت شو بس وقتك نيقة عن الخليقة يعني عجل لك شوي. طيب اوه هلا انا نيقة ها يا هيك سواء يا بلا على راسي شو ماخر والله شو هاد. انت ليش ما بتدخل بالفورمولا 1؟ عم فكر. ايه برافو عليك شوي شوي الله يخليك عصام. يعني هدول الشباب اللي عم تقولي انهم خدعوكي وكذبوا عليكي وسرحوا بمشاعرك الى اخره، انت ما كنتي تعملي معهم نفس الشيء؟ لا ما عملتي هيك مع فواز. بس فواز ماما أنا ما عم طالبك بكشف حساب ولا عم قلك تبرري مواقفك وتصرفاتك، بس عم فهمك أنه مثل ما في بنت بتنخدع في شباب بينخدعوا كمان. ليش الدكتور صالح ما خدعك وخدعتي؟ ولا لأنه أسامة الشاب الوحيد اللي تعامل معك بصدق وصراحة ما حاول يستغل مشاعرك كرهتي وحقدتي عليه وعلى كل واحد بتعامل. وانتي ليش عم تدافع عن أسامة بالذات؟ ماما أنا ما عم دافع عن حدا غيرك. هلأ كل ما حبيبتي ممكن احكي جملة بدون ما تقاطعيني فيها؟ خليني أكمل كلامي بالأول. تفضلي. هلأ رح أحكي معك على أنك صديقتي مو بس بنتي، ورح أفتح لك قلبي بكل صراحة. انتي احكي معي على الأم. ماشي يا ست عليا. أنا ما عرضت الدور على لؤي مشان المصاري، أنا أعطيته الدور لأني مؤمن بموهبته. حتى اسألي فواز ليك إلا أيوة هو على طول بيقلي. شوف يا فواز هالشاب هاد ما أخذ فرصته. بقى ضبي مصرياتي ودي نبهك لشغلك، أنت أسأتي لزوجك كتير وبتمنى أنك تصلحي الموقف معه. أنا كانت غايتي أنه يطلع. ست عليا لا تبرري موقفك قدامي، انت ما غلطتي معي. روحي اعتذري للي غلطتي بحقه وهنتي بهالتصرف. هلا شو مشان لؤي؟ لؤي لا تخافي عليه، انت خلي اخوك عماد بعيد عنه هو بألف خير. انا رفضت العمل مع الذهبيه مشانه، قلت لهم يا لؤي يا مع السلامه،
كتر خيرك ابو رشاد. لا ترجعي تغلطي. يلا الله معك. على اذنكم. مع السلامه. جاي وصلنا. عود بلا برمكه. فواز. فواز. ايه شو معك؟ ايه اسمع لك، اذا بيضرب هالاجتماع عماد ما تلوم الا نفسك. لا ابدا. شو يضرب ما يضرب؟ اعوذ بالله. انا ما كان قسما بالله العظيم، عم اقسم بالله ما حدا يشم خبر لحتى ساويك ممسحه. مو يكون وراك ابو يزن، يكون وراك الف ضراب مدفع. شو ابو يزن؟ كانك مو على بعضها؟ لا 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 ابدا ما في شيء. شو بدي يكون في يعني؟ خي عماد اذا كان يعني ما بدي احرجك اذا لك. شوف الثاني وين راح مخ. حبيبي شغلتك بسيطه ما فيها شيء. انا بعرف كم واحد يعني ايدهم طايله وبيعرفوا ناس مهمين ممكن يساعدونا ان شاء الله. يقطع عمرك لك. يقطع اللي اخترع الموبايل على ابو اللي اخترع الموبايل. مشان يلقطونا وين ما كنا. الو بسامو حبيبي، مشتهي الكرمنتينا، نفسي عم بتهف على الحامض، عم بتوحم. هلا وقت اللحام هلا. شو اعمل يعني؟ خليها تطلع بعين الصبي. تصور كرمنتيناية طالعه بعين الصبي. ايه لا عيني، ما رح نخليها تطلع بعين الصبي. تكرم عيونك. هلا انا وراجع بجيبه معي. مع السلامه. يبعث لك حمى. منين بتجيبي هالمواهب؟ عزمو الله بيرحمها. لك ليش تغير فجاه؟ والله ما له بالعاده يعاملني هيك. معقوله تكون غلطه كبيره لهالدرجه؟ مانك شايف يعني؟ عفوا ما كان قصدي. عفوا عفوا. ايه تاني مرة انتبه. ايه إذا قلب الشهر الثاني رح يضطر البنك يلجا القضاء يحجز على البيت. لا إن شاء الله ما بتوصل لهون. على كل شكرا لإلك. ولا يهمك. يلا بالإذن. الله معك. عم نعذبك معنا. ولا يهمك. مع السلامة. مرحبا. لا تؤاخذوني تأخرت عليكم. بسيطة أستاذ عصام، كمان نحن شوي طولنا زيادة عن اللزوم ويمكن عطلناك عن شغلك. بسيطة مو مشكلة بتتعود. المهم شو صار معكم؟ طمني إن شاء الله كل شيء تمام. ضيفوكم شي شباب؟ إيه والله والله قاموا بالواجب وزيادة. يلا شباب صار لازم نمشي. الله يعطيكم العافية. ما قلت لي أستاذ نعيم شو طلع معكم بعد التعب كله؟ لسه ما بين شيء. ان شاء الله يومين بيطلع التقرير وبيبين كل شيء. يلا شباب. عن اذنك استاذ. مع السلامه يا شباب. الله يعطيكم العافيه. الله معكم. Thank you.
شوفي مين يا حلا. بتذكر ملامحه منيح، كنت صغيرة والصورة الوحيدة المطبوعة بذاكرتي عنه ملزوقة على دفتر العائلة. طيب أمك ليش ما تجوزت بعد وفاته؟ أمي من هذا النوع التقليدي اللي بيحطوا على راسهم أكلي الغار بعد ما يموتوا جوازهم. لا دايمة أنا ما عاد بدي. ليش مكشر هيك؟ تكون اتضايقت أنك دفعت حقه. معقولة أنتي؟ أعوذ بالله. شو الشغلة؟ شو مين عم تقلها؟ شو دخلك هلا؟ في إيه؟ مهم كملي. احكي لي أنت عن مرتك. مرتي؟ قولي على مرتي. شو بدك بهالحديث هلا؟ امشي امشي. هدول مشان تدفعي قرض البيت. شو هدول كمان؟ هدول مشان تشتري الأدوية الناقصتك يا سمر. بس يا منى أنا ما بقدر أجيب. سمر وقت يصير معك لجيلي. صايرة عم تخني على الرسم. سمر ليش ما بتفتحي جوزك بالموضوع؟ اشرحي له الموقف منيح. كمان هو مو معقول تصرفاته معك. والله مليت من الخناق والنقار. مصيبة لما بتكون المشاكل هي اللغة السائدة بالبيت. طيب بده يضل يستنزفك بهالطريقة هي؟ ما في حل. ومشان ما نعمل مشاكل لازم الوحدة منا تلاقي لها شي زاوية محايدة بالبيت وتكن فيها. تكن. سمر فيني استغربت وكأنك ما كنتي سمية مع جوزك. فوت فوت فوت
يا غراب البين. والله مو عجز هذا، بحياتي ما كنت عاجزة ويأساني. لكان ليش سامحتي بعد كل شيء عملوا فيكي؟ يا ستي مصاري فيه والحمد لله، وبقدر ابدا من جديد. بتتركي تارك؟ بتتخلي عن حقك؟ شوفي راميا، هذا سؤال كبير ولازمه جواب كبير، فمنشان هيك بترجاكي خلي اسئلتك صغيره مشان جاوبك على قدها، مو لا يعني لا. اصبح انت رضيانه بعشت بالصفحه، خلي له هو الكتاب بكامله على حساب مصرياتك وعملك. كتاب بكامله؟ ضحكتيني. مظبوط صار كتاب بكامله، بس بينباع تحت الجسر وبخمس ليرات، والناس كلها صارت تعرف قيمته انها رخيصة. هي لحالة، هي لحالة بتكفيني اشعر بنشوة الانتقام. عرفتي؟ بس انا لا والله، لا والله ما بفوت وياها. انا يا ستي ما بدي شيء غير تطلي من البلكون وتقلي لي تصبح على خير. استاذ اسامه، استاذ اسامه اذا سمحت لا تحرجني قدام ولادي والجيران. عم اقول لك اذا سمحت. انا لازم اشرح لك الموقف يا وفاء. على راسي هناء، بس كمان لازم تسمعي مني. اسامه يعني ما رح تستفاد شيء حتى لو بتضل واقف عندك للصبح. يا ستي وانت قلتيها. ماشي. وهي واقفة. من على راسه. بس ان شاء الله يطلع بايده شيء. لك شو عم تحكي انت مجنونه؟ لك صحيح من عفوه ومنصبه، بس هدول بضل لهم معارف وحبايب بكل ارن. يلا يلا استعجل شوي. لا تلبكني. خلصيني يلا. شو محجوب؟ شو مبوسه؟ الله يا معلم دايم ان شاء الله. يعني بصراحة ما حلوة بحقك، بقصد يعني زيارتنا لعنده على البيت دليل ضعف. لسا بدك فت خبز كتير لك محشوب. يا هلا والله، والله نورته. بالمهلي قلت لي عصام محبوب الحارة ما هيك؟ والله خطوة عزيزة يا محجوب. أهلين بقامتك. لك عن هيك يا منظومة رايح تعطي أبو رشاد رشوة لحتى شغلك جوزك في المسلسل؟ الحقيقة علي حكت لي على كل شيء، وأنا لمتها كتير لأنه كان لازم تعمل هيك. لك مو هيك يعني، أنت ما قدرتي عواقب ونتائج الشيء اللي عملتيه لحد جوزك. شو بدهم يحكوا عن اللي وصلت لفين بكره؟ راحت مرته ترشي المخرج مشان شغلها اياه بالمسلسل؟ لا لا لا، هذا كثير ولك عيب، والله عيب. نحن جماعه ما لنا غير كرامتنا بالوسط. بس ابو رشاد كتومي ولسانه قصير. ستي انا معك، ابو رشاد لسانه قصير. طيب وفواز؟ هذا لحاله مونتي كارلو. بسيطه يا بنت، بسيطه. صبحوا على خير، ان شاء الله بصير خير. تحقق لي وارمي عليها اليمين.
شديتك. أنا متأكد إنه كل كلام متأكد، يعني ما في شيء بخوف. ليه؟ عصام كل شي حكاه الرجال صحيح، يعني واحد من اللي يلبس القضية والتوقيع اللي على صفقة المكنات، إما توقيعي أو أنت مزوره صح؟ إيه. ولا تنسى إني مرقت لك موضوع الوصفات الطبية حضرتك ورطتني فيه. ايه خلصنا شو ايه؟ يعني واحد منا بده يفوت على السجن. هلا انا سالتك ليش خايفه مني؟ ما قلت لك تعملي لي محاضره جنائيه بغيضه وغليظه مثل هالليله السوداء هي؟ لاني بعرفك عصام، بعرفك منيح وبعرف حكمتك بالحياه. انا ومن بعد الطوفان تصبح على خير. أنا خير طلع الصبح. شايف شو من حلال؟ لسه ما قدمنا له إخلاء السبيل حتى طج توقيعه وما تنى. يا سيدي فرعنا من حلال، بس إن شاء الله لحل إجراءات بالسجن هنيك حتى نطلع راميا. قبل راميا بدي تحل مشكلتك مع عليا. أبو رشاد أجلي هذا غصب عنك بدك تحلها. شبك أبو رشاد أنت بتموم، بس هذا الموضوع هلا أضحاك بيعبها، لازم تبوس إيدها وشو أفها. لك مو بكفي إجت لعندها وهي النتيجة مثل ما لك شايف. لك شو ذنبها إذا أخوها نذل؟ بس هيك ما راح ألحق راميا ولا كلمة. هلا بدك تحكي معه قدامي. يلا يا أمرك. عليا اوعيك اجوا من عند الكوا مرقي خذيهم من البيت. ايه شفت لك امبارح اوضه نوم للبوبو بتطير ضبانات العقل ومو غاليه والله. وقديش حقها هي تطير ضبانات العقل ومو غاليه؟ رزمتين بس 100,000. إيه لا ما حذرتي روحي، ما حذرتي بنوم. يا شو هالولد هذا اللي بيفلس ابوه اللي خلفوه كمان؟ سقطيه ما عاد بدي اياه. حرام قلت لك سقطيه.
تخاف ما رح يلحق يعملك ممسحة ولا حتى سفنجة جلي. ليش معلم؟ مريض؟ بعت لك شو بتفهم؟ قال مريض هذا عبد العمل تبعك وصيلي، ولو إنه ما كان بدي أو يبعتوا لك إياه هلا، لأنه لسه لازمني بكم شغلة وسخة يا ندل. يسلموا معلم، يسلموا، الله لا يحرمنا منك يا حق. لما بتطلع من هون بتجهز اوراقك والباسبور وبتشمع الخيط وما بتورجيني خلقتك. الله يقدرني على رد جمايلك يا معلم. بدك تردهم غصبا عن راسك وقبل ما تسافر. انا خادم الاوادم يا معلم. شبيك لبيك فواز بين ايديك. عود عود يقطع عمرك، ليش وقفت؟ صحيح، ليش وقفت؟ خلينا ننتقل للشغل الأهم. جاهز؟ جاهز يا أحلى معلم بالعالم. تعلم العصي على جنابك، ماني طايقك بس بدي أتعامل معك. اسمع يا حيوان، تعال شوف الشوف يا زن. يا زن شوفي لحالك، ما دخلني. طلع معها بالسيارة. لك عم بقلك طلع معها بالسيارة، قوم شوف. طيب قولتك يا زهر، لوين بيكونوا رايحين؟ يروحوا وين ما بدهم يروحوا، ما دخلني. لك انت شو انت؟ لك ما عندك جنس النخوة؟ واحد طالع مع امك بالسيارة تسكت له؟ امك اللي عم بتطالعه، مو هو عم يحشر حاله حشر. لك ما هذا اللي مجنني، وين بده يكونوا راحوا؟ لك بس بقى يا سامي. لا ولا يهمك، بس انا شروطي ما بتنازل عنها. راميه ولؤي، ولؤي وراميه، اذا هيك انت عيني. لا لا ما بتاخر، مع السلامه. شو يبدو تخلص من عقده عماد؟ لك ان شاء الله هذا لك عليه بخت رجال والله. اسف يا اسامة، ما بقدر اروح معك على مكان عام، انت بتعرف. بعدين انا عندي تصوير وتاخرت. يعني هي اخر مره بشوفك فيها، ويا ريت ما تضغط علي ارجوك. ما صدقت انت تصالحت مع اولادي، ما بدي انزع كل شيء. خاطرك.
ليش هيك عملت فينا؟ والله ما بنستاهل منك كل هالظلم. ليش؟ لك خلص وكلي الله يا بنت الحلال، وكلي الله. شبنا على مسلمي شبنا، خربت بيتنا وضيعت الاولاد وضيعتني وضيعت الدنيا وعم تسالني شبنا. حبيبتي انت ليش عم تستني البلاء قبل وقوع؟ قلت لك خلص، انا حكيت مع عماد وبسام وعدوني خير، وخاصة عماد بتعرف الفنانين ودخلاتهم. لك اخ، اخ منك ومن الفنانين، ذبحتني ذليتني فضحتني فضحتني ذليتني. خلص يا بنت الحلال خلص، عم قلك محلولة. لك ما في شي من اللي عم تفكري فيه. محلولة؟ ثاني مرة بنمر لعنده وما بنطلع غيره 2003. بدها الصبر معلم، شو بدنا نسوي؟ بدك تطول بالها. العامة أكثر من هيك بدي طول بالي؟ عندها بقلب العالم أكثر مليونين ليرة، هذا بالحشمة 200 ليرة، هذا 500. شو وقت؟ لسه بدنا نروح على الحلاق والحمام. شفت لي الفرقة الموسيقية؟ خلاص معلم، ولا يهمك، انت التهي بحالك وترك الباقي علي. شو سبقني انت. روح شوف اذا لازم شي بالبيت. ماشي، سلام، بس لا تأخر. ها لا حق. اهلا اهلا اخي عمر. ايه الله يخليك، الله يديمك، عبال فرحت ولادك ان شاء الله. ايه اخي عمر، هاي المكنه جاهزه، اذا بدك تشيل انا ناطرك بالورشه. السلام عليكم. يسلموا ايديك يا حبيبتي. صح. شو مين كان عم يحكي على التليفون؟ هذا واحد غلطان. ليش في شيء؟ انت في شيء؟ انا لا، ما في شيء. بس انت ليش عم تسألي؟ ليش؟ من امتى انا بسأل ولا من
مشان هيك بدك ال 500 استاذ سليم. كستي ياخذ ال 500 والله يهني هاني بهنيه. الاستاذ عصام مو موجود، ما اجى اليوم. يعني ما بنقدر نفوت نكمل شغلنا؟ ما بعرف شو بدي اقول لك، الاستاذ منبه علي ما حدا يفوت على مكتبه بغيابه، اساسا المفتاح معه. ايه شو عليه؟ سلمينا عليه، وإذا أجا أو اتصل قل له أجا نعيم من الرقابة. تكرم عينك أستاذ. عن إذنك. يلا شباب. بروفين 400 خمس قطع. وبروفين 600 خمس قطع. سورجام 100 كمان خمس قطع. تمام. وسورجام 300 خمس قطع. اوكي. المجموع بصير 7328 ليرة. أنا هلأ رح أدفع لك نص الفاتورة ونبقى منتحاسب في الأسبوع مشان يضل بيناتنا حساب على طول. إيه شو عليه، بس الله يخليكي، بدي بكل أسبوع يكون في دفعة. تكرم عينك. لا خلاص ما عاد أتأخر بالدفعات إن شاء الله، وأنا من عيني هاي قبل هاي. شكرا أبو محمود، كل ذوق. يلا بخاطرك. الله معك، مع السلامة. شكرا. ترد علي ما؟ طبعا يلي حابب يبقى دلوعة الماما بده يصير خروق. يعني هلا بخبط لك واجهة وشك، تعرفيني اذا كنت خروق ولا لا؟ طبعا علي بدك تعمل رجال، بس هذاك اليوم لما شوفير التاكسي زورك هديك الزورة اي كنت حتعملها بأواعيك، يعني رجال على اختك بس. أهلا يا أستاذ فواز، شلونك؟ الحمد لله، كيفك أنت؟ والله الحمد لله، دريت أنك مسافر. إيه مسافر على الخليج والله، جيب لك شي معي. خير إن شاء الله، شي بطة صغيرة. شو ها؟ بطة صغيرة تحكي. بطة؟ إيه. تكرم عينك. الله يكرمك. على راسي، كبر أبر أبو عمار. أهلي هنا. أستاذ فواز. أبو رشاد. أنا قلت لك إذا بيدري عماد، مو أنا. صدقني مو أنا. اسمع لقلك. أنا وعدتك. بس بدي اسحب وقتي، مو لاني ماني رجال. لك بسامح كريم، لانه انت مو رجال. شو يا ابو رشاد؟ ما في داعي لتوسخ ايديك بهيك واحد، لانه شو ما عملت معه عبس. اسمع لك، انا سامحتك ومن كل قلبي، بس في ناس كثير ضحاياك ما بعرف اذا بيسامحوك. شو هالعالم هاي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ليه إنسان كل ما بتقوى بتقوي معك هالظلم؟ ليه يا إنسان كل ما بتكبر بتكبر معك هالهم؟ جرت ألم تمحي يلي حنان ولم بيتك ضناك وقلبك ولك كان أب وأم. جرت ألم تمحي يلي حنان ولم بيتك ضناك وقلبك ولك كان أب وأم.
ينسى بيأسى أساك لما بتشوف الحقيقة تنسى هواك بتنكر الوراق العتيقة تنكر زمانك مكانك تدعس الورود البريئة تنكر زمانك مكانك تدعس الورود البريئة ليه يا إنسان إنسان كل ما بتكبر بتكبر معك هلام ليه يا إنسان